اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين. قول المعصوم عليه السلام: افتح لي فيه أبواب فضلك، أي في شهر رمضان المبارك، يفيد أن فضله سبحانه وتعالى مخزون إلا لمستفتحي كنوزه من الضارعين إلى كرمه، والمستنجدين بسخائه الغامر للبر والفاجر والشامل للمسلم والكافر. وقوله عليه السلام: وأنزل علي فيه بركاتك، ينبع من الحديث العلوي: استنزل الرزق بالصدقة، فالرزق والبركة كالسحاب في السماء والطير في الهواء، ينزلهما الله تعالى على الوافدين عليه مطهرين له في أوقات يحبها كشهره الكريم هذا، وليلة القدر، وصلاة الليل، وأيام الحج والعمرة. فحي على هذه الغنائم، الغنائم الباردة، هانئة طيبة. يا مجيب دعوة المضطرين. عندما نسمع كلمة المضطر يتبادر إلى الذهن أن المعني بها هو الإنسان المبتلى في بدنه أو في ماله، في حين أن المضطر الحقيقي هو المبتلى بالبعد عن ربه عز وجل، فلا يخشع في صلاته ولا تدمع عينه من خشية الله، ولا يقرأ سورة من كتاب الله، متثاقلا عن كل فعل عبادي. هذا هو المضطر الحقيقي الذي عليه أن يجأر إلى الله تبارك وتعالى، عسى أن يخرجه من ظلمات نفسه وقسوة قلبه. ومن عجب أن يرى المبتلى بالسجن مضطرا، ولا يرى المبتلى بحب الشهوات واتباع الهوى والبعد عن الله تبارك وتعالى مضطرًا.